يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس موعدنا يستمر مع ماكسيس وستي الحبايب الفضاء الخاص بالأمهات المغربيات. تحية حب وتقدير لكم. الجروب دائما موجود عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك سناء زعيم أصوات. تحقوا به، عاودوا لنا القصص ديالكم، شنو غيرت الأمومة في حياتكم. غدا إن شاء الله في المسابقة عندنا صاحب القرعة الأخير اللي غادي يسمح لسيدة تفوز بالهدية اللي كتهديها ماكسيس، اللي هي عبارة على سلسلة من الذهب الخالص. اليوم اخترنا قصة أخرى لأنه روابط قوية اللي كتجمعنا بكم في هذا الجروب، وكنحييكم كنشكركم كل عضوات الجروب ستي الحبايب على التفاعل ديالكم، على التعليقات، على الوفاء، على الكرم، على العطاء، وهذه كلها يعني قيم ديال الأم. واليوم الأم اللي معانا هي سميرة من الدار البيضاء. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سميرة شخبارك؟ لبس عليك. الحمد لله. كبير أخي سناء، لبس عليك. الحمد لله. كان رحب بك معنا في برنامج حديث ومغزل على راديو أصوات. شكرا. أنا بخير. أنا فرحانة بزاف. مرحبا. أنا فرحانة بزاف اللي كنهضر معك أختي سناء، وكنشكر راديو أصوات كامل اللي معاكم ومجموعة ستي الحبايب وماكسيس. الحمد لله كل شيء زوين، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. عندك بنية اللي سميتيها جنات، عندها عام وتسع شهور. عام وتسع شهور. أيه. شخبار جنات؟ لاباس عليها؟ الحمد لله لاباس عليها، هي جالسه في الشطونه في القباحات. تبارك الله. عرفتي دابا هادشي دابا بدات كتمشى ياك؟ إلا بس كتمشى. تمشى تبارك الله في عام وشهر بس كتمشى. أيوة تبارك الله. وطبعا عندك برات سنينات دابا كتاكل من كل شيء. كتاكل من كل شيء، أي حاجة درناها كنعطيوها معانا ولا داخلة معانا شريكة. وبدات شي هضيرات؟ شنو هي أول كلمة قالت؟ كتقول ماما بابا، وكتقول الماء بغات الماء، ولا كانت باغا شي حاجة تبدل لي كوشة، كتقول لك راه المهم راك فهمتيني. وانتي طبعا كل حاجه، وانتي طبعا كل حاجه قلبك كيبقى يضرب، وكتفرحي ببنيتك. وكنفرح فيها بزاف والله. ايوا هذه هي الامومه، الله يحفظها لك. واكيد قالوا الوليدات كيدخلوا اكبر حاجه كيدخلوها للدار هي الفرحه، لانه هي الفرحه والله، يعني مصادر ديال الفرحة وديال الحب حتى هما. فاللي عنده شي الله يحفظه له يا رب. عاودتي لنا القصة ديالك في الجروب، على أنه منين تزوجتي وكانت قصة حب وزواج عن حب، أنتي والزوج ديالك اتفقتوا على أنه ما غاديش يتولدوا في العام الأول ديالكم، حتى تلقايت أنتي واحد العمل وتعاونوا على دوائر الزمان، ولكن أيه الأقدار شاءت أن يكون هناك حمل في السنة الأولى من الزواج. ما كناش أولين كاع، قلت نخدم ونتعاون أنا وياه شوية، وإن شاء الله على الأقل غير عام ونكون غير وجدنا شوية باش تلاجت هذيك البنية تلقى شحال من حاجة إن شاء الله، ولا الوليد ساعة قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. جنات منين جات؟ أشنو لقات ماماها موجودة لها من غير الخدمة ومن غير المشاريع كلها اللي كانت في دماغك؟ أشنو اليوم أهم حاجة غيرتيها في نفسك ووجدتي بها راسك الأمومة باش تستقبلي هذه البنية؟ صراحة جنات لقات شحال من حاجة كتمنى لي. أول حاجة اللي هي الأمومة اللي كنتمناها أي مرة، لا يحرم شي مرة منها يا ربي، وتسهل على أي مرة كنتمناها. صراحة فرحت بها بزاف، وحسيت براسي شحال من حاجة تغيرت في حياتي، وليت مسؤولة، وليت أم، وليت خصني نهرب ليها البال، شحال من حاجة ما تقيسهاش. جيت فيها أنا وما تجيش فيها هي، لأن الوليدات هما نعمة من الحياة من عند الله سبحانه وتعالى. انتي يا سميرة عشتي ايضا واحد الحمل وواحد الولادة اللي ما داستش عليك سهلة، لانه كانت هناك مشاكل صحية. عاودي لي هالتجربة ايضا، كيفاش واجهتيها وباش خرجتي منها؟ انا عندي مرض القلب، عندي صمامات ما كيتنفسوش مزيان، وعندي دقات القلب ديالي سريعة ما كيضربوا اكثر من الجهد ديالهم، يعني واخا ما نتحرك ما ندير الحركات لا والو، ديما عندي تنفس ضعيف، ديما كنحس بالنعجة، ديما بحال اللي ما عرفتش شنو درت وانا غير هكا. ومني تزوجت بغيت نحمل، وداك الشيء ضروري كان خصني نمشي عند الطبيبه ديالي لاني بغات تشوف لي اول مره، قالت لي راه عندك تنفس قليل. هذيك الشيء يلاه عرفت راسي حامله غندير ليكوغراف. عاودت لها قلت لها انا ديجا كان عندي مرض القلب، وكان دوبل ستونسيلين كل 15 يوم من النهار، كانت عندي 10 سنين. نعم. بلا ما نذكروا
نعم بلا ما نذكروا ماركات او اسماء الادويه أيه. يعني انتي متبعه من زمان على هذه الحاله، ولكن واش كنتي عارفه انه الحمل ممكن يكون خطير عليك وعلى صحه الجنين؟ كنت عارفه، ولكن ما كانش عندي، كنت كنفكر نولد، يعني ما عنديش مشكله، كنقول لي بغاها الله هي اللي تكون، يعني اي نعم. حاجه بقدره الله سبحانه وتعالى. نعم، فاش كنتي حبلة كنتي دائما على متابعة طبية، وفاش ولدتي نهار غتولدي دخلتي تولدي كان عندك خوف كبير انه الجنين يتولد عنده شي مشكل صحي؟ اي كنت خايفة بحال هكاك، او لا الله يستر نموت انا او تموت البنية، يعني جاوني بزاف الافكار، ما كنقول مع راسي زعما واش غنكمل هذا الحمل، واش غنوصل حتى للتاسع، واش غنولد، واش عندي بزاف الحوايج خايبين دازو في راسي. وتاخذوا الطبيب ديال القلب، كان عندي شهر الطبيب ديال القلب جوج كندوز عندهم في دقه واحده، كنمشي لحد الطبيب ديال القلب وعاد كنمشي للطبيبه لوغاتور شنو قال لي، وفين ما كنمشي عنده تيقول لي الحمد لله ما غتولديش طبيعي حيت ما عندكش الجهد، كيقول لي عندك تنفس قليل، رخصي على راسك، هادي ما تجهديش، لان اصلا المراه الحامله كاين فيها التنفس وانت اصلا ما عندكش، يعني قال لي عندك مشكله صعيبه، عندك ضيق في التنفس وعندك تسرع في القلب. ودابا هادشي كله الحمد لله قدرتي تدوزيه ولدتي بنيتك وصابت البنيته بخير وعلى خير، وانت تنتي كنتي الحمد لله الحمد لله، مني وصلت وشفتها قدامي ولدت فرحت، قلت الحمد لله، يعني قدره الله سبحانه وتعالى كبيره، واخا نكونوا مراد واخا ما عرفتش شنو، يعني ما نتحرموش من نعمه الامومه، يعني ما نقولوش انا عندي هذه كلمه أنا... اخيره هادشي اللي بغيت نسولك عليه، كلمه اخيره منك للامهات او النساء اللي عندهم مشاكل صحيه او امراض مزمنه وكتقدر تشكل خطر على صحتهم وصحه الجنين في الحمل، اليوم هاد التجربه ديالك كنت كتقاسميها معنا على راديو اصوات، شنو الكلمه اللي تقولي لهم؟ بغيت نقول لهم يعني واخا تكوني مريضه واخا ما عرفتش شنو يكون عندك، خلي ايمانك في الله قوي، وما تحرميش راسك من ذاك الاحساس، لان زعما اي ام كتمنى هذا الاحساس، ما تحرميش راسك، ديري راسك يد الله سبحانه وتعالى، ديري الوقايه لراسك، عالجي راسك، ربي لبال راسك، ولكن خلي راسك تولدي وخليها في يد الله سبحانه وتعالى، حتى كل شيء ساهل، حتى حاجه ما صعيبه عند الله سبحانه وتعالى. سميرة كنشكرك، والخلاصة من الشهادة ديالك اليوم معنا أخت سميرة على أنه القدرة والعزيمة ونداء الحياة هو أقوى من كل الصعاب والمشاكل، وخاصة إذا كانت مشاكل صحية، ولكن بشرط أنه الأم أو المرأة الحامل تحرص على متابعة طبية دقيقة باش ما تعرضش طبعا الصحة ديالها للخطر، وباش ما تعرضش صحة الجنين ديالها للخطر، يعني هذه جوج د الحوايج ما غيتفرقوش، الأمومة أقوى من أي شيء، ولكن خاص نعطيوها الإمكانيات والظروف السليمة والصحيحة باش تتم هذه الأمومة بأقل الأضرار وتكون في أحسن الظروف. أنا كنتمنى فعلا لكل أم النجاح في تربية وليداتها، وهذه هي الأمنية ديالك سميرة، وجنات إن شاء الله تكبر في عزكم وتفرحي ببنيتك وتشوفيها كيف كتمني. كنشكرك على المشاركة ديالك. بغيت نذكر أنه غدا إن شاء الله غادي نتقاسموا معكم قصة وشهادة أخرى، وكذلك غدا غادي تكون آخر قرعة سحب القرعة اللي غادي نهديو فيه لسيدة أخرى هدية، الهدية كتهديها ماكسيس، واللي هي عبارة على سلسلة من الذهب الخالص خصيصا مصوبات بإمضاء ستي الحبايب، والجروب يستمر، فمرحبا بكم، تفاعلاتكم انضموا للجروب وعودوا لنا دائما القصص ديالكم مع وليداتكم وكيفاش الأمومة كتغير حياتكم. تحية لماكسيس اللي كترافقنا في هذه اللحظات الرائعة، لأنه فين كاين الأم كاين الحب والرعاية والحنان. قدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس.